العائق اللي بيننا وما بين المرونة اسمه التحجر وأحادية الرؤية. هو كلام تقيل شوية بس هقولك عليه. يعني التحجر وأحادية الرؤية دي ليها صورتين. أحادية الرؤية في الرأي، إن أنا في رأي واحد بس هو اللي صح، وجهة نظر بس واحدة هي اللي صح. وأحادية الرؤية في الطريق، إن أنا أقول طريق النجاح، لو مش كده يبقى مش هنجح. يعني تخيل لو كان دكتور فاروق الباز قال أنا هبقى جراح هايل، لو مش جراح هنام في بيتي. يبقى التحجر وأحادية الرأي دي ليها صورتين، إما أحادية الرأي إن أنا مفيش غير رأي واحد، أو أحادية الطريق للنجاح. وخلينا أفسر لك الموضوع ده أكتر شوية. التحجر، كتير مننا يا جماعة عنده تحجر إن مفيش غير رأي واحد، وفي الغالب يبقى رأيه اللي هو صح، وده بيخلي الواحد يا جماعة ما يتعلمش، تعلمش من غيره. يا جماعة ربنا نشر العلوم عند الناس، ربنا سبحانه وتعالى أكرم الناس بالمعلومات وبالأفهام وبوجهات النظر. اسمع، اسمع غيرك حتى لو مختلف معاك، يمكن تزود معلوماتك وتزود أفقك. اسمع غيرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى شرع حاجة اسمها الشورى. شو قلتلكم في سورة بتتكلم عن المرونة، سورة الشورى، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فاتكلم عن الاستجابة لله وعن الصلاة وجاب الشورى. شوف عبادة جنبها مهارة، ازاي ان انت تسمع لغيرك وما تاخدش رأي لوحدك، عشان انت عندك معلومات يا سيدي قد كده، بس في حد تاني برضو ممكن يضيف لك. وكان سيدنا عمر لما كان يخطب على المنبر في يوم من الايام، سيدنا عمر شايف ان المهور بتدفع كتير او فلوس كتيرة، فقام حط كده فرمان رئاسي من امير المؤمنين مفيش مهر اكتر من 400 درهم. 400 درهم مبلغ كويس، بس نفترض في حد عايز يدفع اكتر، في اغنية ممكن يقدروا يعملوا اكتر وناس تستحق اكتر. فلما نزل جت ست قالت له انت ليه بتقول ان المهور 400 درهم بس؟ ربنا بيقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا تاخذونه بهتانا واثما مبينا. ليه بتقول 400؟ ممكن ربنا قال ممكن ندفع قنطار فلوس كتير جدا اكتر من 400 بكتير. فقال عمر اللهم غفرا، يا رب سامحني يا رب ان انا قلت كده. كل الناس افقه من عمر وغير هذا القرار الرئاسي عشان ست قالت له رايك غلط يا عمر. سيدنا عمر ابن الخطاب ازاي كان عنده افق واسع؟ بقى خليني اقول لك على حاجه تانية. مرونه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل ما اقول لك مرونه النبي عليه الصلاه والسلام، خليني اقول لك مرونه احمد بن حنبل ونختم بالنبي. احنا ساعات كتير بنختلف في الدين مع بعض وما نقبلش بعض لو كل واحد فينا واخد راي فقهي معين بسبب التحجر واحاديه الرؤيه. احمد بن حنبل عنده لو في دم نزل من مناخيرك يبقى انت وضوءك خلاص، نقضت وضوءك، لازم تروح تتوضى. الامام مالك بن انس امام اهل المدينه، لا، ما عنده لو في دم نزل من مناخيرك انت لسه وضوءك زي ما هو. فواحد من تلامذه احمد بن حنبل لما بص في الاحاديث وفي الادله وفي القران طلع براي فقهي، هو يرى ان هو الحق، انك انت لو نزلت دم لازم تتوضى. فواحد قال له طب اسالك سؤال، نفترض صليت ورا امام على المذهب المالكي، نفترض صليت ورا واحد لما بينزل دم من مناخيره ما بتوضاش، ده بالنسبه لنا احنا كحنابله يبقى صلاته بطله، يبقى اصلي ورا امام صلاته بطله يبقى انا كمان صلاتي بطله؟ اكيد ما صليش، صح؟ قال له لا صلي. سبحان الله، الا تستطيع او الا تقف تصلي خلف مالك بن انس وسعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب ده جوز بنت سيدنا ابو هريره من كبار التابعين. قال له ايوه، احنا عندنا في المذهب الوضوء يبقى منتقد والصلاه تبقى باطله، بس مش ده الحق الوحيد، ممكن يبقى مالك عنده حق هو كمان. هو انت لو مالك الامام هتقول مش هصلي وراك لحسن انت بتقول ان لو الدم نزل؟ سبحان الله، الا تصلي خلف مالك بن انس وسعيد بن المسيب؟ فشوف قد ايه هو عارف ان الحق ان الوضوء كده انتقد وان الصلاه باطله، بس ممكن يكون في حق تاني. فانا لو مالك بيصلي لازم اقف اصلي، ده مالك بن انس. ساعه ما تخلناش نختلف ونقبل بعض ما دام في اقوال للائمه منتهى المرونه في الشريعه. يا سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم بص عدم احاديه الراي وعدم التحجر، لما اتنين كانوا عايزين يصلوا في وقت مثلا الظهر او العصر، وبعدين ما لقوش ميه فتيمموا، فبعد ما الاتنين صلوا لقوا ميه، فواحد فيهم قام متوضي وصلى والتاني ما صلاش. فجم للنبي يحكوا القصة دي كما في سنن أبي داود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال للي ما عادش الصلاة لأنه خلاص تيمم وصلى مع أن لسه العصر ما أذنش، ممكن تتوضى وتصلي الظهر، فقال للي ما عادش الصلاة قال أصبت السنة، وقال للي توضى وصلى وقال أما أنت فأجرت مرتين. أنت أصبت السنة صح كده، أنا هعمل كده لو ده حصل معايا هعمل كده، وأنت برضو ربنا يتقبل خدت الأجر مرتين. سعة
وعدم تحجر في الرأي وعدم أحادية رأي واحد، فده أول عائق من العوائق. من ضمن التحجر برضو التحجر في أحادية الطريق. احنا قلنا أحادية الرأي دي تسمى أحادية الطريق. يعني ايه أحادية الطريق؟ يعني أنا هنجح بالطريقة دي غير كده مش هنجح. قبل ما أقول لكم سيدنا محمد كان بيعمل، يحكي لكم قصة حمزة نمرة. تعرفين حمزة نمرة المغني الرائع اللي بيقدم أغاني ليها قيمة وشيء إضافة، إضافة للجيل. حمزة نمرة، حمزة كان بيدردش معايا بيحكي لي إن هو في بداية حياته إن هو كان عايز يغني أغاني ليها قيمة، بس ما لقاش في بداية حياته، كان ده من سنين طويلة 10 سنين أو أكتر، ما لقاش حد يدعم فكرة الأغاني اللي ليها قيمة اللي زي أغاني حمزة. بيقول فاشتغلت، هو كان خريج تجارة إنجليزي، فاشتغل بروجكت مانجر في شركة من الشركات بشهادته، لكنه كان بعد ما يخلص الشغل وما كانش الناس اللي في الشغل مرحبين بفكرة ان هو يبقى مغني وكده يعني. فكان لما يخلص شغل يروح يقعد يألف ويفكر في أفكار الأغاني ويحاول يطور من نفسه، وفضل يشتغل كده سنين طويلة لغاية ما حدش عايز يدعمني، بس أنا عايز أحقق اللي أنا فيه. ممكن أكون من أول طريقي ما طلعتش مغني وحد دعمني، بس أنا عايز أطلع، عايز أحقق فكرة الفن الهادف اللي بيعلي من قيمة دماغ الإنسان. بيقول فلما ما لقيتش حد يدعمني ولا شركة إنتاج تنتج لي، هتصرف، هتكيف مع الواقع، هغير طريقتي للبقاء على نفس الطريق. قمت بايع عربيتي. لما باع عربيته عمل استوديو خشب في البدروم، استوديو خشب كده بسيط، وبدا يلزقه من بره من جوه. تعرف الاستوديو لازم يكون متبطن عشان الصوت ما يطلعش بره، وبدا يلزقه كده بسفنج عادي جدا جدا. وبدا حمزه نمره اللي هو المفروض دلوقتي من اكتر الناس اللي الناس بتسمعها ومن اكتر الشباب اللي شرايطه بتتباع وسيداته بتتباع، بدا من الحته الصغيره دي خالص باغنيه احلم معايا، وكان بيدندنها لما كان بيروح ماشي ما عندوش عربيه، يروح ماشي من الاستوديو لغايه بيته احلم معايا. الاغنيه الجميله اللي في منتهى الروعه اتالفت في وقت زي ده واتلحنت في وقت زي ده، وكانت عيشه واحد بيحلم ان يكون مؤثر في المجال بتاعه، لكن كان قدامه اشياء بتصطدم لكنه كان مرن متعامل معاها. واحد تاني قال خلاص انا ربنا مش كاتب لي النجاح، وكان يقعد، لكن هو عنده طريق، هذا الطريق هكمل فيه حتى لو بطرق تانية، حتى لو بطريقة تانية. فما يكونش عندك تحجر في أحادية الطريق، لا أنا همشي هلف يمين وشمال لغاية ما أوصل لهدفي. وده اللي النبي علمه لنا صلى الله عليه وسلم. علمنا سيدنا محمد إن بل أقول لك سيدنا نوح. سيدنا نوح علمنا إن أنا عايز أوصل لهدف معين، ولو ما نفعش بطريقة هغير طريقتي، بس هكمل في نفس الطريق. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، رفعوا الجلابيات كده وأصروا واستكبروا استكبارا. بص بقى تغيير الطريقة، بص المرونة عند سيدنا نوح. ثم إني دعوتهم جهارا، زعقت لهم ولفت عليهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ده مش جاي وأنا بزعق أقول يا جماعة اسمعوني، ألف أروح بيته وأكلمه بالراحة وكل واحد لوحده. مش هتيجوا بالعلانية، تيجوا بالسر. مرونة سيدنا نوح، مرونة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أحادية الطريق. أنا هوصل لقلوبكم حتى لو أنتوا قافلينها بطريقة أو بأخرى. فجاله واحد اسمه روكانا. روكانا ده جون سينا بتاع العرب. جون سينا ده بتاع المصارعة حر. جون سينا بتاع العرب، ده بتاع المصارعة وما عندوش تفكير، ما مش عايز أتكلم كتير، هتوقعني على الأرض يبقى أنت عندك حق. هو ده تفكير روكانا، ما تكلمنيش بالقرآن والحديث، وقعتني يبقى أنت عندك حق. فراح النبي قال له يا رسول الله لو صرعتني على الارض امنت بك. عايزك تتصور سيدنا محمد قاعد وسط الصحابه، واحد بيقول له جيت بقى كده لو وقعتني على الارض انا هخش في الاسلام. انا لو كنت مكان سيدنا محمد، لا بلاش، مش هحط نفسي مكان النبي، انا لو حد جه لي عمل لي كده انا بقى هبص على جسمه الاول واقول يعني انا بتكلم في الدين بقول الايات والاحاديث، هخش له حرب ازاي يعني واحد زي ده؟ وبعدين ده جامد قوي يعني، نفترض وقعني يعني قدام الناس ولا حاجه. بس سيدنا محمد هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فقام النبي وقام وقع على الارض. انا عايز اتخيل المشهد ده، ان شاء الله لما نخش الجنه مع بعض انا هطلب من ربنا اشوف المشهد ده، ارجع ايام النبي وربنا يعمل يفعل كل شيء سبحانه وتعالى، هرجع ايام النبي في الجنه واتفرج على المشهد ده. قام وقع على الارض، قال له ما كنتش واخد بالي. مره كمان قام النبي قايم وموقع على الارض، قال له الثالثه تبت، قام النبي قايم صلى الله عليه وسلم وقام وقع على الارض، فقال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت الوحيد اللي عملت معايا حاجه زي كده، انت اكيد مؤيد من قوه يعني غير قوه البشر صلى الله عليه واله وسلم.